يلا جاهزين 3 2 1 اكشن. بلا زحمه، وين المخرج مهند ابو خمره؟ عدتوك يقول شكو. انا صار لي 4 سنين اتوسل بيكم، اقول لكم خلينا نشتغل عمل جديد. نشتغل سوا، وتالي ما تالي تروحون تجيبون هذا الشلش الفطير عالجاهز وتخلوه وياي بطوله. هو انت من يعرفك؟ هو انا شنو مطلعيني وياك؟ مش يطلع لك؟ اطلع مهتلف. انا ما اشتغل ويا هذا، فهمت ولا لا؟ جيبوا السليت. السليت قريبا، اقول لكم هذا راح يطلع برمضان ولا لا؟ لا حبيبي، هذا يطلع بحلقات اسبوعيه على قناتي على اليوتيوب. قول الجمله مالتك واسكت. اي اوكي خلاص راح اسكت. سليت اذا جبت الطاري يساعدون الساعدي، لو الطيور مالتك، لو هذا اللي طلبه فلوس العب بيك طابه. ايش قابل ايش قلنا؟ مو على مود انزل بالسناب المتابعين يريدون يعرفون ايش وقت يطلع. يطلع بحلقات اسبوعيه على قناتي باليوتيوب. السليت قريبا في رمضان. لك يا رمضان، اقول له بحلقات اسبوعيه على اليوتيوب يا معود. ماكو رمضان. ايش قابل ايش قلنا؟ اقول من حيث المبدا اشو ما حد اتفق وياي على الاجور، ترى انا يوميتي 25,000 دينار. انت مو زين تنطيك اجور، اللي سمعك يقول جايبين على عجينه. قول الجمله مالتك واسكت دعبول. زين تقدرون استاذ تخلون مشادي بعدين، لان طالبين بعمل ويا السعي الصالح الله يرحمه ويرحم موتاكم. دعبول تقول الجمله مالتك لو انت من نقرا لك الفاتحه. دعبول قريبا، ولا اقول لك ماكو داعي. جيبوا علولي قريبا على، اقول لك الغدا شو وقت، ترى متت من الجوع. انت مو استوى قبل شويه اكلت. قلت لكم مريض ريوق، باقول له بالدهن ما جبتولي. لا هسه اجيب لك شيف شاهين يسوي لك دوم وياها طن بصل. هسه ما قلت لكم شيء، بس قوزي على الغدا. شنو مدخلين الجمناستيك انتو؟ ولا اقول لكم شغله، ما احتاج دول كلهم. العتاقه قريبا في رمضان يا رمضان، قريبا على اليوتيوب بحلقات اسبوعيه على قناتي الرسميه.